بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة وبركاته ورضوانه. أما بعد، بحول الله تعالى سنتطرق إلى مسألة الهوامات اللي فونتاسم هي لا يخلو منها البشر، لأن يعني البشر عرضة إلى معنى كل ما يحيط به وما يتصل بمخيلته وما هو قرين له، وأعني بذلك القرين أي الشيطان الذي يؤز مأزا ويصور لنا أشياء ليست بحقيقة، ولكن هو يعطيها شكل ما يؤثر فينا حتى نحسبها أنها قابلة للتحقيق أو هي حقيقة. وهنا تجد حيلة هي الدمغ، الامبرانت، والامبرانت هذه متصلة بطبيعة المخ وما يؤثر في المخ من حاسات هرمونات سواء كان ذكروية أو أنثوية أو غير ذلك، أو أنا غدد أخرى قد تؤثر في المخ بإفرازاتها. الذي يعنينا هو أن مثلا في آخر العمر بالنسبة للذكر حين ينخفض مستوى أو مقدار التستوستيرون وهي حافة ذكروية تؤثر على هذه الفونتاسما الهوامات، كما تؤثر على قوة انتصاب الذكر هذه التستوستيرون. يقول بعض المحللين أن الطفل هو يتأثر كثيرا بانفعالاته، يقولون أن انفعالات منا قوية والثقافة تدفعه إلى مقاومتها حتى يحصل كبتها. ولكن هنا أنا سأعتني بالشباب لأنهم عرضة أكثر لهذه الهوامات خاصة في الميدان الجنسي. الذكر معلوم أن الهوامات العنصر البصري له دور كبير في أحداثها، لذلك الله سبحانه وتعالى أكد على غض البصر للذكر قبل الأنثى، لأن الأنثى هواماتها تتصل بما هو رومانتيكي، ما هو عاطفي، ما له علاقة برأي الغير وكلام الغير. فالشباب الذكور عن الذكور يتأثرون بما يرونه في عالم النساء خاصة، والقرآن يقول أن فم عمر الذكر لا يتأثر، ولكن يأتي وقت أي سن البلوغ والتكليف الذكر يولي منا حساس منا كثير في مجال رؤية الأنثى، فكلما سلط نظره وردده على أنثى إلا ونهضت فيه واشتعلت فيه نيران الرغبة الجنسية. وتعلمون أن الرغبة الجنسية هي سلاح فتاك في يد الشيطان. فماذا سيفعل هذا الذكر؟ فيرجع إلى هذه الهوامات لعلها تخفف من رغبته، لكن الشيطان ليس بغافل. الهوامات هو أصلا هو الذي بعث في مخيلة هذا الشاب الممتحن. فهوامة وأخرى وأخرى حتى يسلط على هذا الشاب مركب كبير من الهوامات، خاصة إذا لقي أنثى مالت له ودققت نظر
واستعملت حيلة في الاستعراض اكزيبيشن، وهي منها من معروفة بهذا. الاكزيبيشن نظرة لها شكل وحركة لها شكل ولباس له شكل ورائحة وصوت، ونعرف احنا بالقرآن كيف الصوت له دخل كبير في العلاقة الجنسية، وكيفاش الرجل لازم يكون حذر باش ما يدخلش في عمل الزنا. لكن ارجع الى هذا الشاب وهو متاثر بهذه الهوامات الابليسيه في العموم، فقد يضغط عليه الامر الابليسي هذايا ويلتجا الى جلده عميره، اي العاده السريه ماستربيشن. فالاسلام ليس هناك نص صريح من القران والسنه يحرم هذا، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الكنيسة وقعت في ورطة أن حرمت هذا العمل تحريم قطعي وبدون نص كما فعلوا في عدة أمور أخرى. لكن احنا نبينا عليه الصلاة والسلام جاء مبشرا ونذيرا، ثم قال أن هناك أمور سكت الله عنها رحمة بنا. ولهذا أنا الشباب نراه الذي غلب على أمره واتصل بهذه العملية الجنسية أي جلة عميرة، لا يجب أن يفهم من هذا أنه هزم أو أنه على واقع في كبير، ليس هذا والحمد لله، بل هو ما مطلوب منه أن يقترب من الله أكثر، حتى أن الهوامات يولي أثرها عليه خفيف، وهذا تقل من يقل لجوءه إلى العادة السرية، لأنه حين يقترب من الله الله يقذف في قلبه نور ومحبة لله ورغبة طاعة لله وحياة من الله، فيولي مشغول بجمال الله وبرضا الله وبتحقق من أن الله راض عنه، فبحول الله تعالى يولي ما لا يخرج من هذه العملية الممرضة، ويقتفي أثر الصالحين من هذه الأمة، ويصبر حتى يعطيه ربي سبحانه وتعالى من زوجة حلال له، وعندها يجب أن يكون يطبق الآية ولا المعنى وأتوا حرثكم إن شئتم. وحنا عندنا في الإسلام الفونتاسم ذوما هالهوامات، الرجل يرى المرأة الجميلة في الشارع أو في التلفاز أو في أي مكان، فتحدث فيه هذه الرؤية الرغبات. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان حين يكون هذه حاله، حين يدخل إلى البيت يجب يدخل وهي نفسه وهي زوجته باش تحقق له شيء من الهوامات التي لا صلة بما سبق أن رأى ورغب فيه. فهنا في عملية شرعية يؤجر عليها، وفي الشارع وهو في أمام الشاشة ولا حاجة، كان على طريق عملية محرمة يعني الزنا، فالهوامات التي من صبر عليها من زادت في رغبته في الجنس، فعليه أن يعمل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أن يأتي زوجته ويطبق ما قاله الرحمن سبحانه وتعالى وأتوا حظكم أن شئتم، وعندها منا الرغبة الجامحة يخف ضغطه عليه. وليعلم الجميع أن ليس كل هوام هو قابل للتحقيق، وهذا كذلك يفضح الشيطان في فعله القبيح هذايا، ويعلم أن كل إنسان يركز على تحقيق كل هوام، أن التحقيق ليس كما يتوقع يأتي بشيء جميل وغير قبيح وغير مؤذن، لأنه ربما وقت اللي واحد يضغط على زوجته باش منها تمثل له دور مرة اشتهاها محامية طبيبة ممرضة معلمة، هو الشيطان يخلط ويعمل عمليات كيميائية باش
يرغبن في شيء من ورائه خطر عظيم. فربما زوجته حين يرغمها على ذلك تكشف فيه من جوانب شيطانية ويفقد من تأثيره الجميل على زوجته، الهيبة متاعه من لا تنقص وطهره يمس من طرف هذه العملية. فاحذروا ذلك، وإن شاء الله في لقاء آخر نزيد ننظر في عالم هذا الهوامات ملا بطرق أخرى، والراشي الحلول التي أتى بهذا الدين، بهذا الدين الحنيف. والحمد لله أن كنا مسلمين. اللهم زدنا من التوفيق ومن الرضا ومن القرب منك ومن السعي في تعريف دينك لأنفسنا ولغيرنا. والسلام علينا ورحمة الله وبركاته.